السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. من قرأ باب الله لا يرده الله. إذن ثانيا حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما في تصحيح، ونص كما في البخاري هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أي منع عنهم المطر استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال في استسقائه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. ووجه الشبهة في هذا الحديث أن يقال: ما دام عمر رضي الله عنه قد قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وهو إقرار من عمر بأنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا نتوسل نحن اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذي الشبهة. إذا كان عمر يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لا نتوسل نحن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول أهل الغفلة أو العناد. والجواب أيها الأحباب اسمع، والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إن توسلهم رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى لهم بالغيث، فيدعو فيستغيث فيغيث الله فيستجيب الله دعوته ويسقيهم، كما قد حصل مرارا ما هي مرة واحدة. انتبهتم؟ والجواب عن هذه الشبهة هو أن نقول إن توسلهم رضوان الله عليهم أي الأصحاب، توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى لهم بالغيث وإلا لا، فيدعو فيستجيب الله دعوته ويسقيهم كما قد حصل مرارا. تذكرون حديث البخاري، الرسول على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، دخل أعرابي: يا رسول الله استسق لنا، أصابنا، رفع يديه واستسقى ولم يكن بالسماء قطع السحاب، وإذا بقزعة تظهر من جبل سلع دقائق ملأت السماء ونزلت الأمطار، والله ما هبط من المنبر حتى سال الماء على لحيته شيء. دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء وإمامهم. فهؤلاء يقولون: ادعوا الله لنا يا رسول الله، توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي ليدعو لهم الله ويغيثهم. لننتبه، لا أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بذات النبي أو بجاهه صلى الله عليه وسلم فيقولون: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك، والنبي غائب عنهم ولم يدعو الله تعالى لهم. إن لو كان الأمر هكذا لما توسل عمر بالعباس. لو كان يجوز التوسل بالنبي وهو غائب أو هو ميت، لما عمر يعدل عن التوسل بالنبي للعباس؟ لأن العباس حي، هو الذي يدعو
والرسول في الملكوت الأعلى ما يدعو، ما هو في زمن العبادة والطاعة. هذا أمر واضح لمن تأمل. قال: إذ لو كان الأمر هكذا لما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما، وإنما كان يقول: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك فاسقنا. عمر ما قال هذا. أين النبي الذي يدعو لهم ويستغيث لهم؟ لا وجود له. فبمن يستغيثون؟ بأصلح رجل منهم، عم الرسول وله منصب ومقامه. ادعو يا عباس، صل يا عباس بالناس واستسق الله له. وإنما كان يقول: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك وبجاه نبيك فاسقنا. لما لم يقل عمر هذا؟ لأنه يعلم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه عليه الصلاة والسلام لهم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبق ليدعو لهم، إذن توسلوا بالعباس ليدعو الله تعالى لهم، فكان يدعو ويستجيب الله له فيسقون. عرفتم الشبهة الأولى والتي بيناها؟ الضرير، أما أتى الضرير إلى النبي وقال: يا رسول الله أن يرد علي بصري، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قال: ادعو. كيف علمه؟ قال: توضأ، أصلي ركعتين، وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه فيا. هو حقا الرسول قال: أنا أدعو لك. هو قال: شفع في، أي اقبل دعاءه في حتى أشفى. فقلنا: كونك أنت تدعو بهذه الدعوة الآن تكذب، أين الرسول الذي يدعو لك؟ لا وجود له. كيف نعمل إذن؟ نأخذ ما هو لنا ونترك الذي ليس لنا. فنقول بعد ما نصلي ركعتين، نتوضأ ونصلي ركعتين، ونقول: اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بإيماننا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبه، فاقض لنا حاجته. هذا حق. إيماننا موجود وإلا لا؟ حبنا موجود وإلا لا؟ نتوسل إلى الله بإيماننا بالرسول، لأن الله أمرنا بالإيمان به، ونتوسل بحبنا للرسول، إذ حبه فريضة وواجب، عبادة من العبادات، كصلاة الركعتين، كصيام يوم وسؤال الله. هذه شبهة بيناها والحمد لله. من أراد أن يتوسل لقضاء حاجته يتوضأ في الليل أو في النهار، ويصلي ركعتين، ويقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبإيمان به أن تقضي حاجتي كذا وكذا، يستجاب له. ما قالها الأخ الآن وسبق أن فعلناه من 20 سنة واستجاب الله. لما ما نتوسل هكذا؟ نتوسل: أعطيني بحق رسول وجاه النبي. لا لوم، إذ ما علمناهم ولا عرفناهم. أم عاشت قرونا لا تعرف شيئا. قال: ومن هنا كان من الجائز المشروع أن يقدم المسلمون مؤمنا صالحا يدعو لهم عند الحاجة. أهل القرية يريدون أن يستشقوا، ينظرون من هو أصلحهم، من هو الولي التي ظهرت ولاية لله بإيمان وتقوى. قالوا: فلان. إذن من فضلك تصلي بنا غدا للاستسقاء وتدعو الله لنا. هذا مشروع. وهكذا أهل البلاد كلهم يبحثون عن عبد صالح ويقدمون ويدعو له. قال: ومن هنا كان من الجائز المشروع أن يقدم المسلمون مؤمنا صالحا يدعو لهم عند الحاجات
ما هي دائما المطر والغيث، فتن، كروب، بلاء، مرض، يختارون أصلحهم ويصلي ويدعو لهم. ولكن من غير الجائز أن يقدموا ميتا أو غائبا لربهم ويقولون اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان، لأن هذا كذب وباطل، كذب وباطل. أين فلان؟ اللهم إنا نتوجه إليك متوسلين لك بعبد القادر الجيلاني، أين هو؟ يدعو لنا؟ قال أنا أدعو لكم. كيف تتوسل بالكذب؟ لا ننسى، لو كان التوسل هكذا جائز ما لعمر يعدل عنه ويطلب من يصلي بالمسلمين ويدعو لهم فيختار أكملهم وأصلحهم عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما نتوسل بميت لا يدعو نكذب على الله، نتوسل بغائب لا يسمع دعانا ولا يرى مكاننا ولا يدعو لنا، كيف نتوسل بغائب؟ ولا لوم، أمتنا أبعدت من نور القرآن وحكمة السنة فضلت كما ضلت أمم غيرها، ولولا لطف الله ما عرفنا الطريق. قال ومن هنا كان من الجائز المشروع أن يقدم المسلمون يوما مؤمنا صالحا يدعو لهم عند الحاجات، ما يقدمون مؤمنا صالحا ما يقدمون مؤمنا، لأن المؤمن في قصرها في خيمتها كيف نقدمها تصلي بالناس وتدعو لهم؟ هذا ما يخطر بالبال. الآن الزعيمات ممكن يقدمونها في بلد. قال مؤمنا صالحا يدعو لهم عند الحاجات، ولكن من غير الجائز أن يقدموا ميتا مات من 1000 سنة أو أكثر أو غائبا بينه وبينهم 10,000 ميل يدعو لهم اللهم إن فيقول اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان، لأن هذا كذب وباطل ما دام الذي قدموه وسيلة لربهم غائبا أو ميتا، لأن الغائب أو الميت لا يعرف عن حالهم شيئا ولا يسمع طلبهم منه للدعاء، وإلا هو يدعو لهم ولا هو يدعو لهم، لا يسمع طلبهم منه الدعاء ولا هو يدعو لهم لأنه ما سمع وما عرف، وإذا لم يدعو لهم فبما تكون الاستجابة؟ لا وجود لها، ما هو سببها؟ ثالثا قال ما ورد من لفظ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، هذه شبهة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك أن تفعل بي كذا وكذا. قال ووجه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسألك بحق السائلين عليه، كان عليه الصلاة والسلام لو صح الحديث إذا خرج من بيته إلى المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا أن تغفر لي وترحمني وتجعل في قلبي نور وفي سمع الحديث. تبهتم؟ قال ووجه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسألك بحق السائلين عليك، فلما لا نتوسل نحن بمثل ذلك؟
ونقول اللهم إنا نسألك بحق فلان أو فلان من السائلين نسميه. والجواب أن نقول إن الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ حديث ضعيف، والضعيف لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية فضلا عن مسألة تتعلق بالعقيدة، أعظم سائل الأحكام، العقيدة أهم ما هو كالحلال والحرام. مع أن هذا اللفظ لو صح عنه صلى الله عليه وسلم ما دل على سؤال الله تعالى بحق فلان أو فلان أبدا، لا يدل على سؤال اللهم نسألك بحق سيدي فلان وفلان. لما؟ قال لأن معنى بحق السائلين عليك اللهم استجب لي كما تستجيب للداعين السائلين، لأنك قلت ادعوني أستجب لهم. السائلون الداعون الله لهم حق الإجابة ولا لا؟ أما قالوا ادعوني أستجب لكم، أنت دعوت وقلت يا رب أعطيني حق السائلين، أنا واحد منهم. انتبهتم إلى لا؟ أولا السائل الله الطالب له حق الاستجابة ولا لا؟ أما قال تعالى ادعوني أستجب لكم ما أعطانا حقا، فلما تدعو أنت وتقول اللهم إني أسألك بحق السائلين أعطيني أنا ذاك الحق، أنا دعوتك وإلا لا؟ لي حق وإلا لا؟ أعطيني حق السائلين. فهل هذا توسل بفلان وفلان بذات من الذوات؟ لا، طالب بالحق الذي امتن الله به على عباده فقالوا ادعوني أستجب لكم. فتأملوا، قال لأن معنى بحق السائلين عليك اللهم استجب لي، ما أقدم الدعاء ولا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل، دعاء طويل. ثم قال وأسألك بحق اللهم استجب لي كما استجبت للداعين قبلي، لأنك قلت ادعوني أستجب لكم. وذلك لأنه ما دام تعالى قد أمر عباده بدعائه وواعدهم بالاستجابة، فقال عز وجل من سورة المؤمن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أصبح لكل داع حق أن يطلب ربه بما وعده به لينجزه له. أعطيني ما وعدتني، أعطيني ما وعدت السائلين. فمن هنا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من بيته إلى الصلاة قال مستنجزا ربه وعده، أعطني ذاك الوعد الذي وعد، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. وهل للممشى حق؟ إيه نعم، ذهب إلى بيته ليعبده هذا حق ولا لا؟ أعطيني حق ممشاي كما تعطيني حق الدعاء الذي دعوتك، لأنك وعدت السائلين بالاستجابة. ماذا يرى المستمعون والمستمعات؟ في إشكال ولا لا؟ هذه شبه يوردها عباد القبور، يبحثون عن شبهة فأزلناها، ما بقيت شبهة والحمد لله. قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهو قد سأل ربه بصفة من صفاته تعالى الفعلية وهي الإجابة للداعين والمثوبة للعاملين بطاعته الماشين إلى بيوته لأداء عباداته، وبحق ممشى هذا بخلاف وبحق إبراهيم وعثمان. لما تقول اللهم إني أسألك بحق فلان، كيف الفلان له الحق وأنت تأخذ حقه؟ عدنان
ثبات. أنت عندك 10,000 ريال ثبات، من راضي؟ أنا أقول لك يا عدنان أعطيني من حقي راضي، أعطيني بحق راضي. كيف نعطيك بحق راضي؟ هذا الحق حقك أنت وإلا هو؟ كيف يقبل هذا؟ أنت لك حق على فلان، ما يجي أخ يقول أعطيني بحق فلان. فكيف مع الله؟ اللهم أعطيني بحق فلان. الله يظلم، يأخذ حق فلان ويعطيك بأي حق؟ ما يعقل هذا أبدا. فقولهم أعطني بحق فلان وجاه فلان، عرفنا من قديم أنها من وضع الثالوث حتى يمنعوهم من التوسل الذي يستجيب الله لهم. تركوا الصلاة، تركوا الدعاء، الاستغاثة، تركوا الذكر، تلاوة الكتاب، الصيام، الجهاد، الرباط، بر الوالدين، الإحسان، الصدقات، كل الوسائل المشروعة أعموهم، تركوهم فقط أعطيني بحق فلان وجاه فلان. والله لتدخلن قرى في بلاد العرب لا يعرفون من الوسيلة إلا بحق فلان وجاه فلان، لا يفهم أنه لو صلى ركعتين وبكى بين يدي الله قضى حاجته، ولا يفهمون أن يصوم ويسأل الله بعد الصوم، ولا أن يحسن إلى مسيء ويدعو الله بإحسان إليه فيستجاب له. أبدا، ما في إلا بحق فلان وجاه فلان، حتى لا يستجاب لهم ولا يعطون حاجة من حوائجهم. من حرمهم؟ العدو. تقدم لنا الوسائل المشروعة كم؟ قرابة 21 وسيلة ما نعرفها، ما نعرف إلا أعطيني بحق فلان نهدد الله، أعطيني بحق فلان، ما تعطيني من حقك أنت. أعوذ بالله. قال قلنا هذا من باب التنزل والفرض، وإلا فما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه. حديث أسألك بحق السائلين عليه لا يلتفت إليه ولا إلى من يحتج به، شأنه شأن حديث قول آدم في الجنة لما اقترف الخطيئة، يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، هذه كذبة. قالوا لما زلت قدم آدم وأكل من الشجرة المحرمة هو وزوجه حواء، نظر فوجد اسم محمد مكتوب تحت العرش، إذن فسأل قال هذا اسم كذا وكذا، فقال اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. خرافة كذبة عمياء نظموها، نسقوها، بلوروها، ودونوها في الكتب، وقالوا آدم توسل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لما ما نتوسل نحن؟ هذا قطرة من بحر، لو تطلع على كتب القوم وما فعلوا العجب العجاب. المهم أن يقطعوا صلة المؤمنين بربهم حتى لا استجاب لهم. قال قلنا هذا من باب التنزل والفرض فقط، وإلا فما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه أبدا ولا إلى من يحتج به، شأنه شأن حديث قول آدم في الجنة لما اقترف الخطيئة، يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. كذبة كذبة مدونة في كتب، والعامة عندنا كل شيء في الكتاب صحيح، كل شيء في الكتاب هو حق. قال وحديث فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما، علي أمه فاطمة بنت أسد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد أن اضطجع في قبرها، قال الرسول
نام في قبر فاطمة. تبهتم؟ لما حفر القبر الرسول اضطجع فيه ليبارك لها المكان. انتبهتم؟ قال فاضطجع في بعد أن اضطجع في قبرها وقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأم فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين. كلبة حمراء عجب. تبهتم؟ قالوا فاطمة بنت أسد أم علي مغفور لها، فازت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع في قبرها. ما أظن الرسول يفعل هذا أبدا، والله ما يفعل. فيه من يفعل منكم ما يجار في البقية، ادخل ونام في القبر للبركة. ما هو معقول هذا الكلام أبدا. لو رفع كفيه إلى الله ما ردهما، ما يحتاج إلى أن ينام في القبر ويتلوث بالتراب وكذا ثم يخرج منه ويسأل صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد أن اضطجع في قبرها: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، يعني إذا سأل الملكان، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين. قال: فإن هذه الأحاديث قد حكم أهل الحديث بضعفها وبطلانها، فلا يلتفت إليها ولا يعول عليها أو يحتج بها. وفيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من التوسلات المشروعة كفاية وزيادة، فلنأخذ ما صفى ولنترك ما كدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة منه لاستشفاء، وسبق الحديث على الشفاعة. خلاصة الشفاعة أن الإيمان بوجود شفاعة يوم القيامة واجب، والذي ينكر الشفاعة يكفر، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العظمى التي من صلب العقيدة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية في عرصات القيامة، ليفصل الله تعالى بينها فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم قد يشفع الله عز وجل فلانا في أمه أو في أبيه، أو الشيخ الفلاني في تلميذه أو مريده، أو يشفع النبي الفلاني في كذا من أتباعه، لا اعتراض على هذا. الحكم لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والذي ينبغي أن نعلمه عقيدة هو أن الله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد في شخص لم يرضى أن يجاوره في دار السلام. لا يقبل الله شفاعة نبي ولا ملك فضلا عن ولي وعبد صالح في مخلوق في إنسان لم يرضى الله بجواره.
وذلك لأنه مات على الشرك والكفر. فمثل هذا لا تنفع شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة تتوقف أولا على شخص يشفع، ثانيا على أن يرضى الله تعالى بالمشفوع له، ومن ثم تتم الشفاعة بإذن الله. إذن الآية الفصل في هذا قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا نسينا رأس القضية، من هو الذي يستطيع أن يقول يا رب شفعني في أمي أو في أخي أو أبي؟ لا يقدر أحد. وقد عرفنا من حديث الصحيح أن البشرية لما يطول وقوفها في عرصات القيامة تبحث على من يكلم الله عز وجل ليفصل بينها، فتأتي آدم فيتبرأ من هذه ويحيلهم إلى نوح، نوح يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله تعالى عليه أجمعين وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم عنده علم سابق بأن الله يقبل شفاعته، فيقول أنا لها، أنا لها، لأن الله أعلمه بذلك ووعده به في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه أهل الموقف أجمعين، يقول أنا لها أنا لها. ولا يستطيع أن يكلم الله وقد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإنما يأتي فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله عز وجل محامد ألفاظ من الحمد والثناء ما كان يعلمها، لم يعلمها إلا في تلك الساعة. بهذا يخبر صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يحمد الله ويثني عليه حتى يقول له: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله شفاعات، تذكرون كلمة الروضة: ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، ما من نبي إلا وأعطي دعوة واستجاب الله فيها، والرسول ادخر هذه لأمتي يوم القيامة. فمن الناس من المؤمنين أهل التوحيد يستوجبون دخول النار ويشفع الله تعالى فيهم فلا يدخلونها ويدخلون الجنة، وأناس يدخلون النار من أمته ويشفع الله فيهم فيشفع ويخرجون من النار، وهناك من يشفع لهم في تقديم حسابهم، في تقديم حسابهم وإنهاء موقفهم فيدخلون أولا. ومنهم من يشفع له في علو الدرجة، كان منزله كالقمر فإذا به كعطارد فوق بعلو الدرجات. وأخيرا فتح لنا النبي صلى الله عليه وسلم باب قبول شفاعته،
والحصول عليها. من منكم يعرف؟ كلنا يعرف. الحمد لله الذي علمنا. اسمعوا، من قال مثل ما يقول المؤذن؟ بدأ المؤذن الله أكبر الله أكبر، تبدأ أنت معه، حتى إذا قال حي على الصلاة تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تواصل. فإذا قال في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، قل صدقت وبررت يا مؤذن. فإذا فرغت مع المؤذن صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخاصة، لا تستبدلها بغيرها أبدا، وإلا لا تقبل منك هذه. ما هي الصلاة التي اشترطها؟ هي الصلاة الإبراهيمية. وأكمل صلاة إبراهيمية ما تسمعون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة تصليها بعد الأذان مباشرة، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الجائزة وجبت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت لك شفاعة أبي القاسم. ما المانع أن نكتسبها؟ المانع أننا إذا أخذ المؤذن يؤذن تأتي الشياطين وتفرض علينا أحاديث ومسائل وأسئلة؟ ما نكون في السيارة، بدأ المؤذن، لما يؤذن نبدأ نعترض ونقول كذا وكذا وتأتينا أفكار وكلام، فنحرم من هذا. وهذا من عدونا، ما يريد أن نفوز أبدا. وكم مرة بكينا هنا وما مسحتم دموعنا، وقلنا إذا أخذ المؤذن ينبغي أن نسكت ونجلس فنحكي ما يقول حتى يفرغ، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل له المطلب الذي طلبه، وبعد ذلك نتكلم ونسأل ونمشي، ناخذ على هذا شهر شهرين وننتكس. لما هذا؟ لأن العدو ما يريد أن نفوز أبدا. وإن قلت ما هي الوسيلة التي تطلب للرسول؟ قال منزل في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من البشرية كلها، وأرجو أن أكون أنا هو، فأعينوني ساعد نبيكم، ادعوا الله له بذلك، تملق الله بذكر ما يقول المؤذن وبالصلاة على نبيه، ثم ادعوا الله تعالى له يستجيب لكم. عرفتم الشفاعة الآن؟ لا تقول يا سيدي عبد القادر أنا من خدمك الشفاعة الشفاعة. أين عبد القادر هذا؟ أنت في المغرب هو في العراق، والمسافة 10,000 كيلومتر، ومات من 1,000 سنة، وتقول يا عبد القادر الشفاعة؟ أين العقول؟ إذن لا لوم، لأن الجهل خيم، وعاشت أمة الإسلام قرونا بلغت الآن 10 قرون وهي في الظلام.
ومن أراد أن يقول كيف ما طرح السؤال اللاتي الذي ما ننساه، هل استعمرتنا أوروبا؟ ممالك الهند الإسلامية أصبحت تحت القدم البريطانية، الشرق الأوسط اقتسمته بريطانيا وفرنسا، هولندا في أندونيسيا، كيف يتم هذا؟ هذا واقع، هذا ما يقع يا شيخ، كيف المسلمون يحكمهم الكفار؟ والله وقع. لما؟ لأن المسلمين هبطوا من علياء كمالاتهم إلى الأرض وازدادوا هبوطا حتى أصبح الحاكمون أفضل حالا وأحسن استقاما من المحكومين. وما سبب هذا؟ الجهل. من جهلنا هم جهلون ليحكمون ويسودون، لما نمد أعناقنا نحن ونقبل التجريم؟ هذا هو السؤال، هذا جزاؤنا. نعرض عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ونعيش على الخرافات والضلالات والانقسامات والتحزبات، وحتى ما أصبحنا نقدر على أن نمر بمعروف عن منكر. من يقول ما هبطنا؟ إذن هيا بنا إلى الاستشفاع بعد أن عرفنا الشفاعة. تأملوا يفتح الله عليكم. قال وإن مما اشتبه أمره على كثير من المسلمين، اشتبه اختلطوا ما ميزوا بين الحق فيه والصواب، حتى وقع من وقع منهم في أمور عظيمة من الباطل، لأنهم ما فرقوا بين الاستشفاء والشفاعة، اختلط الأمر عليهم فوقعوا في أمور عظيمة من الباطل. إذ معنى الاستشفاء والتشفع والشفاعة، قال إذ معنى الاستشفاء والتشفع والشفاعة مجهول عندهم، فترى أحدهم يدعو غير الله تعالى ويستغيث بغيره عز وجل ولا يحسب هذا دعاء لغير الله ولا يعد شركا في عبادته سبحانه وتعالى، وإذا قيل له في ذلك وأنكر عليه قال هذا ليس بدعاء لغير الله ولا شرك في عبادته، وإنما هو استشفاع وتشفع فقط. ما ميز بين الشفاعة وبين الاستشفاع والتشفع؟ فلما حصل هذا الذي حصل وقع الكثيرون في أمور عظيمة من الباطل، وذلك لجهلهم بمعنى الاستشفاع والشفاعة. إذن فترى أحدهم، ممكن أبي رحمة الله عليه أو جدك أنت، يدعو غير الله يا سيدي فلان، ويستغيث بغيره عز وجل يا رجال البلاد يا أولياء الله، ولا يحسب هذا أبدا دعاء لغير الله ولا يعد شركا في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يقرأ القرآن على الموتى طول العام ويحفظه ولا يعرف أن هذا شرك في عبادة لله. وإذا قيل له في ذلك هذا ما ينبغي هذا شرك، أنكر عليه قال هذا ليس بدعاء لغير الله ولا شرك في عبادة الله، وإنما هو استشفاع فقط وتشفع، ما هو دعاء غير الله أو استغاثة بغير الله، هذا مجرد تشفع واستشفاع. ومن هنا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ومن هنا رأينا بحث هذه المسألة
وبيان الحق فيها تعليما لغير العالمين وتحذيرا للغافلين. هيا بنا، ما معنى الاستشفاع؟ الاستشفاع والشفع، الاستشفاع والتشفع والشفاعة، هذه الكلمات الثلاث مدلولها واحد. الاستشفاع، التشفع، الشفاعة، المعنى واحد. كالحبحبة، هذا يقول بطيخة، وهذا يقول كذا ويقول كذا، وهي هي هي. الاستشفاع والتشفع والشفاعة معنى واحد. الاستشفاع والتشفع والشفاعة معنى واحد. قال ومعناها لا يختلف، وهو أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه، أو في التجاوز عنه في ذنب قارفه أو جريمة ارتكبها. مرة ثانية، الشفاعة الاستشفاع هو أن يطلب إنسان من إنسان آخر، يطلب منه ماذا؟ التوسط له عند من؟ عند صاحب ملك أو سلطان. صاحب الملك يملك بستان وإلا مال، أو سلطان، ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه، أو في التجوز عنه في عن ذنب من ذنوبه حتى لا يؤاخذ بها، أو جريمة ارتكبها. قال والكلمات الثلاث مشتقة من لفظ الشفع الذي هو خلاف الوتر. تعرفون حديث إن الله وتر زيد يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، إذا أكلت رطب خذ خمسة تجد فيها أجرا بهذه النية، خذ سبعة، خذ تسعة، إحدى عشرة لقيمات أوتر، وهكذا حتى جرعات الماء ثلاثة تتملق مولاك لأنه يحب الوتر. صلاتك الليل كامل 1000 ركعة صل واحدة أوتيها بركعة لأن الله يحب الوتر. إذن قال الشفع خلاف الوتر، وإلا لا، الشفع اثنان أو زوج وهكذا، 100 شفع 101 ويتر، 90 زوج 99 ويتر. فالشفع ضد الوتر، افهم لغة هكذا. قال نعم، وهو من وطلب الشفاعة. نعم، أين نحن؟ بسطر. قال وبيان ذلك أن صاحب الحاجة كان واحدا فضم إليه الواسطة فأصبح 2، وإلا لا؟ والواسطة هو من استشفع به وطلب شفاعته فكان معه شفعا، أي 2، بعد أن كان فردا. أول كان وحده، ضم إليه الثاني أصبح شفعا بعدما كان فردا. من هذا المعنى أخذت كلمات الاستشفاع والشفاعة والتشفع، من هذا المعنى. أصل الوتر الفرد، فإذا ضممت إلى الفرد واحد آخر أصبح شفعا، وهكذا 5 إذا ضممت سادسا أصبح شفعا. فالذي يطلب من يشفع له وحده، يطلب آخر يشفع له أصبح 2، إذن هذه الشفاعة. يبقى ما حكم الاستشفاع؟ قال لا بأس، لا حظ لا منع باستشفاع أحد بآخر عند ذي منصب أو مال أو سلطان ليشفع له عنده
برفع حاجته إليه حيث عجز هو عن رفعها إلى ذلك الرجل لخموله أو قصوره، وذلك لقول الله تعالى من سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء موقيتا. نص في جواز الشفاعة ولا بل في الترغيب فيها؟ من يشفع شفاعة، أي جاءك من لا يستطيع أن يخاطب فلان وحاجة عنده، فتاتي أنت فتقول: يا فلان إن فلان يريد كذا منك كذا فارحمه مثلا. انضم صوتك إلى صوته أصبح شفعا، والعملية تسمى شفاعة. ويؤجر الشافع على شفاعته، إن وبذلك عبادة الله والتقرب إليه، لأنه رحم عبده وأحسن إلى عبده يعطيه الأجر، وقد وعد تعالى بذلك: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من أجره. قال: ويؤجر الشافع على شفاعته ولو لم تقضى حاجة من شفع له. قد يشفع ما تقضى الحاجة، الذي طلب منه ما يملك أو لا يستطيع، ماذا يصنع؟ يحرم العجل؟ لا، مأجور، لأنه رفع حاجة فلان. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: اشفعوا تؤجروا. هذا أمر وإلا لا؟ وهو قطع للندب والاستحباب لا على سبيل الإيجاب. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ارفعوا إلي حوائج إخوانكم تؤجروا، والله يقضي على يده ما شاء. إن شاء الله قضيت له حاجته، وإن لم يشاء عجزت عنها. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: وجواز الاستشفاع مشروط، انتبهوا، مشروط بأن يكون في حق ضاع، ضاع حقك، اغتصب، أخذ منك بالحيلة، فتريد أن ترفع شكواك إلى الأمير، ما تستطيع أن تصل إلى مركزه، فتبحث عن من له صيلة وتقول: اشفع لي، ارفع قضيتي إلى سموه مثلا. أو حق يخشى ضياعه، حق تخاف أن يضيع لالتباس القضية واشتباهها، أو في شيء مباح ينفع ينتفع به. أما أن يكون في إثم وإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد من الحدود فلا، لا، وهذا حرام. لا يحل لمؤمن أن يشفع لمؤمن في إبطال حق أو إسقاطه أو تعطيل إقامة حد من حدود الله. الشفاعة المباحة فيما هو حق ضاع أراد استرداده، في حاجة وفي حاجة إليها ما وصل إليها يطلب الوصول إليها من المباحة. أما أن تشفع لإبطال حق فلا يصح أبدا. مرة ثانية قال: وجواز الاستشفاع مشروط بأن يكون في حق ضاع، ضاع حقه، دابته، أرضه، بستانه، ماله، فيطلب من يشفع له حتى يرد إليه الحق، أو حق يخشى ضياعه، ما ضاع لكن خائف أن يضيع منه، أو في شيء مباح ينتفع به.
أما أن يكون فيه إثم بإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد من الحدود، وأفضح من ذلك أن تستشفع بمجرم ليأتيك بالحشيشة بالوصائد، فلا يحل الاستشفاع فيما حرم الله أبدا. تستشفع وتطلب شفاعة مؤمن من أجل حق ضاع لك، حق تخشى ضياعه، حاجة أنت فيها إلى طعام وشراب أو عمل مفتقر إليه، تطلب شفاعة أحد لعل الله يقضي على يديه. أما أن يشفع لك في إدخال محرم أو في الاستعانة به على الرسول إلى زنا أو رباء باطل حرام، هذا الاستشفاع حرام ولا يصح. ويكفي قول الله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كبل منها نصف الأجر، نصف العقوبة والإثم. قال: وذلك لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الشفاعة الحسنة، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الشفاعة المحرمة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الحد السلطان القاضي فلعن الله الشافع والمشفع. والمشفع إذا بلغ الحد أو رفعت قضية فلان زنى أو سرق أو قتل ووصلت القضية إلى القاضي ويجيء أخونا يشفع ليوقف هذا الحد قبل ما ترفع القضية، يفعل، قل لأخي المقتول احتسب أجرك على الله أو خذ دية أو كذا. ممكن تقول لمن تورط في ورطة وأعلن عن توبته بين يدينا وقال أخطأت وكذا، قول لفلان سامحني أو كذا، لا بس. أما بعد أن واصلت ودونت المحكمة فتأتي لتشفع تعطل حدود الله، فهذه لا تقبل أبدا وجريمة كبيرة، حتى ولو كان صاحب الجريمة قريبك ابنك أو أباك، ما دامت رفعت انتهى الأمر، ما تطلب شفاعة، خليها لله. واذكر هذا الحديث النبوي الصحيح: إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. عرفنا معنى الاستشفاء. الآن عندنا قياس خاطئ، هذه الشفاعة التي ذكرناها الجائزة قاس عليها الغافلون شفاعة باطلة وحرام، قياس خاطئ بيانه لنسمع. قال: وجهل كثير من المسلمين ربهم عز وجل فلم يعرفوا. اي والله نسبة الذين يعرفون الله ولا واحد إلى مئة أبدا. من يرد علي؟ لأن من عرف الله معرفة يقينية حقيقية لا بد وأن تنتي له تلك المعرفة شيئين اثنين: الأول حب الله في قلبه فيحب الله أكثر من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. ثانيا الخوف من الله، ترتعد فرائصه ولا يخشى أن يعصي الله. فإذا لم يوجد في القلب حب لله ولا خوف منه لا معرفة، ما عرف. لو عرف جلال الله وعظمته وقدرته، لو عرف جماله وكماله لأحب وخاف، ما دام لا حب ولا خوف ما عرف. إذن قال: قياس خاطئ. وجهل كثير من المسلمين ربهم عز وجل فلم يعرفوه، فقاسوا سبحانه وتعالى على بعض عباده، فاستشفعوا عنده بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين،
وطلبوا منهم الشفاعة لديه سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون يا سيدي فلان اشفع لي عند ربي في قضاء كذا وكذا، ويا مولاي فلان توسلت بك إلى ربي فادعو الله لي، فادعو الله أن يفعل بي كذا وكذا. ولما ينكر عليهم ذلك يقولون إن الذي لا يستطيع أن يدخل على السلطان يطلب له واسطة، وإلا لا؟ الآن القياس الخاطئ، السلطان تطلب له واسطة لأنه لا يعلم عنك ولا قدرة على قضاء حوائج الناس، أما الله عز وجل عليم بالقلوب وتقلباتها، عليم بخفايا الأمور ظواهرا، ما يخفى عليه فقر فلان أو مرض فلان حتى تقول يا رب إنها فلان كذا، وهي خطيئة كبيرة فيها تسوية الخالق بالمخلوق، من أعظم الذنوب. ولنتأمل. قال وإن ولما ينكر عليهم ذلك يعتذرون فيقولون إن الذي لا يستطيع أن يدخل على السلطان يطلب له واسطة، وإلا؟ هذا نعم، لكن السلطان الجاهل، السلطان الذي ما يعلم، السلطان الذي ما علم الغيوب، نعم. أما الله عز وجل العليم بكل شيء يحتاج إلى واسطة؟ كأنك تجهل، قل يا رب ما علمت ما أصابني. قال فجمعوا بذلك بين عظيمتين، الأولى دعاء غير الله تعالى وهو شرك أكبر بلا خلاف، والثانية قياس الخالق على المخلوق وتشبيهه به، حيث طلبوا له واسطة كما تطلب للمخلوق من ذوي السلطان والملك، وجهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان فيحتاج إلى من يعلمه وينبهه إليه، بخلاف الرب تبارك وتعالى فإنه عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه من أمورهم شيء، فما هو في حاجة إلى من يعلمه بأحوال عباده أو ينبهه إليها؟ وإذا كان المخلوق قد يعجز عن رفع حاجته إلى من يقضيها له من سلطان وغيره فيضطر إلى البحث عن واسطة يشفع له برفع حاجته إلى من يقضيها له، فإن الأمر بالنسبة إلى الله تعالى يختلف تمام الاختلاف. لما؟ إذ العبد مع الله تعالى حيثما كان يمكن أن يرفع إليه حاجته مباشرة وبدون واسطة، أرفع يديك يا ربي في ظلمات الليل يسمعك ويراك، بخلاف السلطان ما يعلم عنك لا بد من واسطة. إذ العبد مع الله تعالى يمكن أن يرفع إليه حاجته مباشرة وبدون واسطة لعلمه تعالى بأحوال عباده وقربه منهم، بخلاف المخلوقين فإنهم لجهلهم بأحوال الناس وعجزهم عن كفايتهم يحتاج طالب الحاجة منهم إلى واسطة ترفع حاجته إليهم ليعلموها وتؤثر عليهم ليقضوها. وهذا المعنى منتف تمام الانتفاء مع الله عز وجل، ما يحتاج أبدا إلى من يعلم بمرضي أو بضعف فلان وفلان. هذا ومن هنا قبح أشد القبح بالعبد أن يستشفع على ربه بأحد من خلقه، وحسن به أن يسأل ربه مباشرة وبغير واسطة، وكيف وربه تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وإن قلت كيف جاز لنا إذن أن نقول أن يقول بعضنا لبعض يا فلان ادعو الله تعالى لي، كما هي حالنا في الحلقة كل يوم يأتي واحد يقول يا شيخ ادعو الله لنا بكذا وكذا، كيف أنت تقول ما يجوز ويجوز؟ هذا إشكال وما هو بشيء. قال وإن قيل كيف جاز لنا إذن أن يقول بعضنا لبعض يا فلان ادعو الله تعالى لي بكذا، أليس هذا هو عين ما نفيتموه من مسألة الاستشفاء بالأولياء؟ قلنا في الجواب إن هذا ليس من ذاك أبدا، وذلك لأمرين: أولهما أن هذا قد أذن لنا الشارع فيه، أذن الله لنا أن يدعو بعضنا لبعض ورغب في ذلك ووعد بالأجر عليه، إذ ثبت مما لا مجال للشك فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لهم، كما ثبت أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قد طلب مرة من عمر وهو ذاهب إلى العمرة أن يدعو الله تعالى له، فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول يتوسل بعمر من باب التعليم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وبه أصبح المسلمون لا يترددون في أن يطلب أحد من أخيه أن يدعو الله تعالى له بخير. وكيف وقد أرشدنا إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، نحن ندعو لهم منذ أن ظهر الإيمان اليوم. إذ في القرآن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وثانيهما طلبنا الدعاء من عبد صالح حي يسمع ويرى ويقدر على أن يدعو الله تعالى لنا، هو كطلبنا منه أن يناولنا شيئا أو يعطينا آخر بأن يقدم لنا طعاما أو شرابا أو يعطينا مالا أو متاعا أو يعيننا على ما يشق فعله علينا، هذا جائز بالإجماع. احتجت إلى ماء من فضلك كاس ماء، دعوت غير الله ولا دعوت غير الله أذن الله لك، مالت سيارتك وقعت في الطريق تقول تعالوا لوجه الله ادفعوها معي، دعوت غير الله ولا لا دعوت؟ كيف يجوز؟ أذن الله لك، سمح لك بهذا، لأن الذي تدعوه معك يسمعك ويراك، والله عز وجل معك يسمعك ويراك، فادعوه. وأخوك الذي معك يسمع ويرى ويقدر ادعوه، أما أن تدعو ميتا أو غائبا بينك وبينه آلاف الأميال لا يسمعك ولا راك وتدعوه، كيف يكون حالك؟ مجنون؟ لا عقل لك؟ ضايع؟ كيف تدعو من لا يسمعك ولا يراك؟ فهمتم هذه ولا لا؟ تدعو من لا يسمعك يجوز؟ ضيعت الوقت. تدعو من لا يراك ما يراك كيف يعينك؟ قال أفليس هذا جائزا؟ بلى وقطعا، أن تقول يا فلان أعني كل كذا جائز هذا لأنه يسمع ويرى. قال بلى جائز بل وقطعا وبدون شك. وإذا فأي مانع من أن يقول لمؤمن صالح حي يصوم ويصلي ويسمعنا ويرانا ويقدر على أن يدعو الله لنا، أي مانع أن نقول له أدعو الله لنا يا فلان؟ لا مانع أبدا، ليس من الشرك ولا الكفر ولا من الإثم،
بل مما سمح الله به وأذن به وتعاونوا على البر والتقوى. قال رجاء أن يستجيب الله تعالى له فيما فينا فتقضى حوائجنا أو نحصل على خير من خير الدنيا والآخرة. وهذا خلاف الاستشفاء بأموات المسلمين من أولياء وصالحين. لما إذن أموات والميت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يسمع من يناديه ولا يعرف من يستشفع به، فدعاء وطلب الدعاء منه والاستشفاع به ضلال عقلي وخطأ فكري، ضلال عقلي. لو تمر أنت بفقير أمام خريبة ينعق فيها البوق والغراب وهو يا أهل الدار إني جاي، يا أهل الدار من ثلاث أيام ما طعمت، يا أهل الدار انظروا حالي، وهو يصرخ. وتمر به أنت والخريبة تعرفه، يجوز تسكت تغش يعني؟ يضيع في وقتي وجودي وطاقتي في دار ما في أحد، من يقبل هذا؟ أما لو مرت بدار فيها سكان وفيها طعام وشراب تلومه؟ قل لا لا أبدا، أرفع صوتك حتى يسمعوا يقضوا حاجتك. فالذي ينادي الأموات من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ويطلب منهم الشفاعة وحاجتهم كهذا الذي يطلب من بيت قريب لا يسمع أحد ولا يراه يطلب ماذا. ولما هبط المسلمون كما علمتم أصبحوا يرفعون أصواتهم بدعاء غير الله ولا يشعر أحدهم بأنه شرك أو باطل أبدا. ولما بدأت الدعوة الإصلاحية إذا أنكرت على واحد يصرخ ويبكي ويلعنك. ما سبب هذا؟ الجان ما علمونا ولا تعلمنا، ما عرفنا، أوصدوا أبواب المساجد في وجوهنا، لا لا لا، نحن الذين هجرناها بدون إيصاد ولا إغلاق. كيف نتعلم إذن الكتاب والحكمة إذا لم نجلس كل ليلة وطول حياتي في ساعة فراغنا من المغرب إلى العشاء نتعلم ما يجوز وما لا يجوز، نتعرف الحق إلى الباطل ونعبد الله بما هو حق. فهمتم هذه ولا لا؟ ملايين المسلمين ما يعرفون الجلوس في حلقة، وإن جلس يوما يوم ما يكفي، وإن جلس شهر رمضان ما يكفي. لا يكفينا إلا أن نتخذ منهجا نبويا. اسمعوا، لا نصلي المغرب إلا في مسجدنا هذا، ونجلس من صلاة المغرب إلى العشاء ونحن نتعلم الهدى وطول الحياة. نغلق أبواب الدكاكين في هذا الوقت، نوقف العمل، نوقف كذا، لأن هذا أفضل وأزكى وأكبر عمل به حياتنا وصلاحنا. بدون هذا ما تعود تلك الأمجاد التي فقدناها. إذ الذين تخرجوا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما درسوا في كليات ولا جامعات ولا ولكن فقط يعملون ويشتغلون ويجتمعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عمر كان يتناوب مع آخر، إذا ما حضر يقول أعطني ما سمعت البارحة. قال وهذا بخلاف الاستشفاع بأموات المسلمين من أولياء وصالحين، إذ هم أموات والميت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يسمع من يناديه ولا يعرف من يستشفع به. قد يقول القائل لماذا نسلم على القبور؟ بينا بفضل الله أن عجب الذنب ذاك العظيم الصغير يبقى نواة في الأرض إلى يوم القيامة وتتصل بها الروح مباشرة كالمحطة وهي في عليين،
فلهذا إذا سلمت على من تعرف في المقبرة السلام عليك فلان، أرد السلام على الفور. تقول أمي ماتت، ما يفهم. تقول الواد جرف مزرعتنا، ما يفهم. فقط هذه الكلمة السلام عليكم تخبره عن شؤون الدنيا، لا علاقة له، لأن الإذن جاء فقط بالسلام باتصال مع الملكوت الأعلى. ذاك العظيم الذي فني الجسم كله وتبخر وأصبح ترابا، ذاك العظيم الذي لا يرى إلا بالمجاهر، يبقى الاتصال به دائما. فسلم على الموت يسمعونك. حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال من سلم علي في قبري رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، والآن الشفاعة في الآخرة بعد الفراغ من الشفاعة في الدنيا، الآن الشفاعة في الآخرة يوم القيامة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما تقدم من أحكام الشفاعة والاستشفاع إنما كان في الشفاعة والاستشفاع اللذين يتمان في هذه الحياة الدنيا، أما الشفاعة في الدار الآخرة فإنها تختلف عنها في الدنيا اختلافا كبيرا، وذلك لأن الأمر يومئذ كله لله وليس لأحد غير الله منه شيء، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ إنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد تكون يوم القيامة شفاعات كثيرة، قد تكون يوم القيامة شفاعات عدة وكثيرة، غير أنها تجري على خلاف ما تكون عليه اليوم في الدنيا. تتم الشفاعات في الآخرة على خلاف ما تكون الشفاعة اليوم في الدنيا. قال: وهذا بيانها. إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: شفاعة منفية تماما لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود، وشفاعة ثابتة واقعة لها حقيقة ولها وجود والإيمان بها واجب. مرة ثانية: الشفاعة يوم القيامة شفاعات كثيرة، ثم الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية تماما لا وجود لها، لا واقع لها أبدا، وشفاعة ثابتة واقعة لا حقيقتها ولها وجودها. وللشفاعة المنفية صور، بدأنا بالشفاعة المنفية ولها صور، فلننظر إلى ذلك. أولا: شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله أو مع الله، فهذه شفاعة لا وجود لها يوم القيامة البتة، ولا يقوى صاحبه أن يقول
اشفع لي يا فلان. وسواء كان المعبود المرجو الشفاعة ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالحا في الصالحين أو دون ذلك من الجن أو الشياطين أو الحيوانات والجمادات، هذه الشفاعة المنفية تماما لا وجود لها ولا مطمع ولا أمل فيها، شفاعة الذين عبدوا من دون الله من سائر الآلهة التي عبدت. إذ من الناس من عبدوا الملائكة، منهم من عبدوا الأنبياء، عبدوا الصالحين، عبدوا الأشجار، عبدوا الأصنام، عبدوا حتى الكواكب عبدت وما الشعر ببعيد. هذه الشفاعة منفية تمام النفي، لا وجود لها يوم القيامة، وذلك لقول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء فعبدوهم رجاء يشفعوا لهم، قل لهم يا رسولنا أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فالأصنام والأحجار تملك شيئا، تعقل من وقف عندها وبرك عندها وتمسح بها ماذا. وأخيرا علمهم قل لله الشفاعة جميعا، مرد الشفاعة إلى الله، لا يمكنك أن تظفر بها من كائنا من كان، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، فضلا عن الشياطين والأحجار والجان. الشفاعة لا يملكها إلا الله، وهو يشفع من يشاء ويقبل شفاعة من يريد. إذن فمردنا إلى الله، نطرح بين يديه ونسأل نجاتنا من النار ودخولنا الجنة. قال ولأن من عبد غير الله تعالى مشرك كافر، ولا شفاعة لكافر لقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إن فرضنا أن هناك من يشفع في عرصات القيامة، فالكافر المشرك لا يجد من يشفع له، آيس تماما، وحسبنا قول ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من مات على الشرك والكفر يهوديا أو نصرانيا بوذيا مجوسيا مشركا، هذا لا شفاعة له أبدا، آيس منها. وهذه وقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي فداء ولا هم ينصرون، هذا هو يوم القيامة. فالشفاعة منفية يوم القيامة نفيا كاملا عمن عبدوا غير الله وأشركوا به سواه، حتى لو عبدوا الملائكة لا تنفعهم، عبدوا الأنبياء كعيسى ما تنفعهم، عبدوا الصالحين لا تنفعهم، فضلا عن الشياطين والأوهام والأشجار والأحجار. قال وهذه قطعا نفس الكافرين والمشركين. ثانيا الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع له. نعود إلى الموضوع، الشفاعة المنفية لها صور. الصورة الأولى شفاعة الأصنام والأوثان وكل من عبد مع الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، والدليل ما سمعنا من الآيات أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كيف يشفعون قل لله الشفاعة جميعا.
ولأن من عبد غير الله تعالى مشرك كافر، وحينئذ لا تنفع الشفاعة، فالكافرون لا يشفع لهم أبدا، إذ قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن ثانيا الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع منفية أيضا، الشفاعة بدون إذن الله للشافع مثلا يتقدم ولي من أولياء الله ويقول رب شفعني في فلان وفلان وفلان، هذه الشفاعة لا تصح حتى يكون الله الذي يقول أي فلان اشفع في فلان وفلان. إذن ثانيا الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع وبدون رضاه عز وجل عن المشفوع له، لو قال نبي شفعني يا ربي في فلان من أهل الشرك والكفر، والله لا يريد هذا أن يدخل جنته ولا أن يساكن أولياءه، والله ما تقبل شفاعته أبدا. وعندنا صورة واضحة في أذهاننا، إبراهيم عليه السلام وقد سأل ربه في الدنيا تبهتم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الآية، فإذا كان في عرصات القيامة في ساعات الحساب والجزاء يسأل إبراهيم عن ربه، يسأل إبراهيم وربه عن والده فيقال في النار، فيرفع يديه صارخا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم القيامة وهذا أبي الأبعد في النار فأي خزي أخذ من هذا، فيقول الله تعالى له انظر تحت قدميك، ينظر فإذا والده آزر في صورة ذكر ضباع ملطخ بالدماء والقيوح في أبشع صورة وأقبحها، ما إن يشاهد إبراهيم ولده حتى يقول سحقا 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 أي بعدا بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في جهنم فتطيب نفس إبراهيم. فلهذا الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع منفية، أو عدم رضاه تعالى عن المشفوع له كذلك منفية. فالله عز وجل يكرم أولياء العلماء الشهداء أي فلان اشفع في فلان وفلان، هو راضي عنهم أن يدخلوا الجنة، لكن ليكرم الشافع ويرفع من درجته يقول أنت اشفع. أما إذا كان لو ساخطا على عبد لأنه ما عرفه وكفر به ما يستطيع أحد أن يقول اشفع لي فيه، وإن استأذن الله فالله ما يأذن له. قال وقوله وذلك لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، هذا الاستفهام للنفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قولوا لا أحد أبدا إلا بإذن الله تعالى، والله لا يأذن لأحد أن يشفع في كافر به. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضاه الله أن يجاوره ويساكن أولياءه في الجنة، هذا الذي يشفع فيه، إن شفع ملك قبل شفاعته، نبي قبل شفاعته، ولي قبل شفاعته، عالم كذا، أما الذي ما رضيه الله يساكن أهل الجنة ما تنفع شفاعه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مشفوعا له. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، اللهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشافعين ويرضى عمن يشاء من المشفوعين له. المهم الواقع أن الله ربطنا به الحمد لله، قال غضوا أبصاركم عن سوايا
لا تروني إلا أنا، وهو والله لكذلك. فمن الخير أن نقبل على ربنا ونقلب ونعلق قلوبنا به ونرجوه النجاة من النار ودخول الجنة. أما نعلق آمالنا على فلان وفلان وفلان أوهام لا تجدي. هذه الشفاعة المنفية الآن لها صور. أولا، من مات شفاعة الآلهة الذين عبدوا من دون الله. ثانيا، شفاعة بدون إذن الله وبدون الرضا للمشفوع له، فهذه الشفاعة منفية يوم القيامة. أعود فأقول الشفاعة شفاعتان يوم القيامة، شفاعة منفية لا وجود لها وأخرى ثابتة. ما هي المنفية؟ شفاعة الآلهة الذين عبدوا من دون الله كالملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأحجار والشياطين، لأن أهلها مشركون كافرون وقد حكم الله بخلود في النار. منفية هذه ولا لا؟ ثانيا، الشفاعة المنفية أيضا هي التي تطلب بدون إذن الله، لا توجد شفاعة بدون إذن الله يوم القيامة حتى يأذن هو. أما قال من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، هذا أولا. وثانيا، المشفوع له ينبغي أن يكون ممن ارتضاه الله بأن يدخل الجنة ويسكنها. وشاهد هذه الشفاعة المنفية القرآن الكريم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى بالمشفوع له.